تلقى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه من معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنيه التحتيه وذلك بمناسبه الذكرى الحادية والعشرين لتاسيس المجلس الاعلى للمراه اكد معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنيه التحتيه في البرقيه ان المراه البحرينيه في ظل العهد الزاهر لحضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وبدعم من صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وفي اطار الجهود التي تبذلها صاحبه السمو الملكي الاميره سبيكه بنت ابراهيم الخليفه قرينه جلاله الملك المعظم رئيسه المجلس الاعلى المراه حفظها الله تتبوأ اعلى المراتب بفضل خطط التمكين والتي اثبتت نجاحها وقدرتها على النهوض بالمراه وتحقيق التوازن المنشود في مختلف مستويات العمل الوطني ثمن معني حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تضمين كافه الخطط والبرامج والسياسات الحكومية. بما يحفظ للمرأة كرامتها ويصون حقها كمواطنة فاعلة في المجتمع وقادرة على المساهمة بإيجابية في كافة مسارات عملية التنمية التي تشهدها مملكة البحرين سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ سموه ويديم عليه موفور الصحة والعافية